أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अजमत आईमाए अथार अलैहिस्सलाम ने तीन मरतबा बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذاب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو
تعالی السلام علیک یا جدا السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الکساء علی جبن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحة طیبة کانها رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدک تحت الکساء فاقبل علی جن نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ویا بشیر وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزرتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء واومأ بیده الیمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتی وحامتی لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویخزننی ما یخزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا فقال الله عز وجل يا سكان السماوات اني ما خلقت السماء ما
مدنيةً ولا أرضًا مدحيةً ولا قمرًا منيرًا ولا شمسًا مغيةً ولا فلكًا يدور ولا بحرًا يجري ولا فلكًا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومقدم الرسالة هم فاطمة أبوها وبغضها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذبني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رب يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. پھر صلوات پڑھیے. محمد محمد.
محمد وآل محمد.